اولا انا كنقول الاحزاب السياسيه وخاصه جهه طنجه تطوان الحسيمه وصلت النضج السياسي النضج السياسي تنازلات من اجل تحقيق الغايه للمواطنين لان الاراده المواطنين مشى مع الحمامه الحزب اللي غيمشي ضدها راه مشى ضد الاراده المواطنين فيما يخص بالقضيه ديال المعارضه واش واحد ذبحتيه ومسكين على الصعيد الوطني واش بغي ينتظر منه حنا المساعد اللي هدر عقله ديرات وبقى ساكن ما طحش تما يوقع له شي مشكل راجل عمده المدينه اصبح عنده واحد عضو جهه راه مصيبه البلديه لا شيء البرلمان لا شيء يعني مشكله ونقول قضيه هذا القسم الانتخابي راه كيف الصليط العدد والسميه مصيبة قوم عند قوم فوائده لأنهم ما عملوش الحساب ناشي لولا القسم الانتخابي ما كانوا يعدوا والو كانوا يعدوا ثلاثة هذوك السبعة نسدهم بهذه الطريقة النمط الجديد ديال الجهوية ديال البرلمان الجهوي ما كانوا يعدوا والو ولهذا خصهم يشكروا وزارة الداخلية اللي عطاتهم هذه المقاعد اللي عندهم دابا راه لأن هذاك القانون اللي دار وزير الداخلية هو اللي عطاهم باش يكونوا كاينين في البرلمان رغم مع ربما ما يكونش عندهم فريق ولكن مجموعة راه كاينة أكيد وأنا نقول لك بالنسبة للإخوان كمعارضة خصهم يأمنوا بالديمقراطية وخصهم يقدموا اعتذار ماشي يقدموا استقالة من الأمانة العامة يقدموا اعتذار للمغاربة وخاصة الناس اللي كقطاع التعليم بعض القطاعات اللي ضرت بالحكومة العادة والتنمية هذا التقاعد وحل عدد الأشياء وكنت كنتكلم معك بصدق لأنني أنا قريب من هذا الشيء وكنعرف هذه المسائل إذا الإخوان مادام مؤمنون إخوان خصهم ينوضوا ويقدموا اعتذار للمغاربه يقول لهم ودي سمعوا لنا خطأنا بحقكم عملنا مشكل ما عرفناش بواجده ما نعرفش واللي بوجهه اما يطيح واما يمكن يوقع بشي طريقه غير سليمه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.